باشمهندس احمد الصوت مقفول. ايوه اتفضل. بما انه احد التوبكس اللي بنسميها هوت توبكس يعني اليومين دول، عشان معظم الكونستراكشن او العالم كله اتاثر بموضوع الكوفيد 19، ف الحقيقه انا هحاول ادراجه شويه من حته البراكتيكال شويه اكتر من الناحيه الاكاديميك. يعني هنتكلم في كيس ستاديز وهنتكلم في حاجات مختلفه يعني، بس انا مش حابب ان انا اصب الموضوع في اني اقرا شويه ورق. هندي شويه امثله كده في وسط الكلام، وبعد ما نخلص ان شاء الله انا هتكلم حوالي ساعه ل 10 دقائق. بعدها هن open floor للاسئله او الكيس ستاديز، اسئله على حاجه، حد عنده كيس مشابهه عايز يحكيها. فانا كده ان شاء الله هبدا بقى اشير السكرين. كده الصورة واضحة تمام. تمام يا باشمهندس، زي الفل. حضرتك ممكن تعمل ريكورد لو حضرتك حابب. لو انت عايز تعمل اعمل، يعني انا ما فيش مشكلة خالص، اتس اوكي يعني. هي بس انا هعتذر لكم على انه السلايدز ما لحقتش للاسف في ضغط الوقت يعني احطها على باوربوينت مختلف عن الاركتكتشر سوميت اللي فات، بس الكونتنت بتاعي يعني، انما بس لضيق الوقت انا ما لحقتش احطها على باوربوينت مختلفه عن ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حاولت ادور على حاجه كده شبه يعني توبيك يكون مختلف شويه عن حته ايه بقى الامباكت بتاع الكوفيد 19 مش عارف ايه. فالحقيقه لقيت انه معظم الحاجات بره بتتكلم على شويه كلمات زي البين كيلر، الاوجمنتين، مش عارف ايه. فقعدت ادور على حاجات زي ريكومندد بين كيلرز دي، يعني كلمه كده بس يعني فلافي مش قصدي بيها حاجه، بس انا عايز اقول ان احنا ريكومندد بين كيلر دي اللي هي الحاجات اللي ممكن او الريكومنديشنز اللي ممكن تقلل الديسبيوتس ما بين الاطراف، لانه الديسبيوت في وجهه نظري جاي يعني. طب انا باشمهندس تقريبا محمد عرفني في الاول، او اشرف في الحقيقه انا اسف مش فاكر الاسم، عرفني في الاول ف we'll go through بقى the presentation. طيب اول حاجه اتقالت عن موضوع الكوفيد 19 انه pandemic. الحقيقه انا واحد من الناس اللي ما كنتش اوير قوي يعني ايه كلمه pandemic، يعني ايه كلمه pandemic بيتس consequence، يعني ايه كلمه pandemic هتعمل ايه، يعني اهلا وسهلا pandemic نعمل ايه بقى، ايه الـ challenges والـ limitations اللي imposed by the COVID-19. كلنا شفنا شوية implications و limitations وحظر تجوال وحاجات من النوع ده، وقفل مطارات، قفل مواني، قفل حركة ما بين الدول، حتى في البروكيورمنت حاجات زي كده. معظم الناس بدأت تقول بسرعة يا جماعة ده force majeure، دي برضو هنتكلم فيها شوية، هل هي فورس ماجور هل هي مش فورس ماجور وليه، ايه البوتنشال كونسيكونسز بتاعت الايفنت ده الكوفيد 19، ايه الاكشنز المتوقعه من الكونتراكتورز، وايه الاسباب الشائعه للديسبيوت في الحاله دي. شويه نصايح كده عشان نميتيجيت الديسبيوتس، مش ينفع نيليمينيت الديسبيوت انما هنحاول نميتيجيت يعني، والكونكلوجن. ده ابستراكت اللي قلته من شويه تقريبا في نفس المعنى بالظبط في اللي انا قلته، فمش هعيده تاني. اول حاجه سمعنا منها كلمه بانديميك دي، يعني انا كنا من شهر ديسمبر 2019 لحد فبراير ما كانش بانديميك، كان في حاجه بتحصل في الصين. كنا كلنا شايفين الصين وهي عندها مشكله، وبدات الناس تتاثر وبداوا يعملوا مستشفيات ميدانيه، بس كل ده جوه الصين، او المشاع يعني وقتها انه كان جوه الصين. جايز يكون كان موجود في دول تانية والناس فاكراها اعراض برد، اعراض ايا كان، لحد ما الهو زي ما بيقولوها الورلد هيلث اورجانيزيشن اناونسد ان دي حاجه اسمها البانديميك.
فتعريف البانديميك اللي هو epidemic occurred worldwide، حاجة حصلت في العالم كله، يعني زي ما تقول كده، يعني لما هم اكتشفوا يعني آخر فبراير أول مارس نص مارس إنه بدأ يسرح في العالم كله، بدأت حالات تظهر في إيطاليا في ألمانيا في اليو اس في مصر في مش عارف فين، بدأ يقول لك لا ده بقى انتشر في بقى اسمه حصل وورلد وايد، فده بقى عالمي، حتى هم مسمينها كروسنج انترناشونال بوردريز، يعني باوندريز، يعني تخطى او يعني كسر الحواجز اللي ايه العالميه. In other words it's يعني هي حاجه بتكريت ليميتيشنز اور maybe impossibilities، والاثنين مختلفين تماما عن بعض في الكونسيكونسز بتاعته. اذا هي بتكريت ليميتيشن معاكس تمام، او مش زي خالص انها بتكريت امبوسيبيليتيز. ليميتيشن وامبوسيبيليتيز يعني بتعمل حدود، بتضيق عليك شويه، بتعمل شويه حدود للشغل، تقليل ناس حاجات بالمعنى دوت، تقليل ساعات عمل شغل، ساعات العمل مثلا، ولا امبوسيبيليتيز يعني الشغل توقف تماما. impossibilities يعني استحالة تنفيذ المشروع، يعني مثلا قفلنا المشروع وروحنا. طيب هل هي بقى فورس ماجور؟ الحقيقة كان أول كلام من كل الناس اللي موجودة، مش هقول طبعا، مش قصدي على الناس اللي هي بتتكلم، الناس الأكاديميك، أنا قصدي إحنا بنتكلم حتى مع ناس في المشاريع، طب هي إيه دي؟ دي فورس ماجور أكيد قولا واحدا، يعني دي فورس ماجور مفيش كلام. فالحقيقة الثابتة إنه ده بيعتمد على نوع العقد، او زي ما هي مكتوبه كده contract interpretation اللي مكتوب في العقد. هل اللي في العقد مكتوب فيه مثلا انه في حاله حدوث وباء عالمي او تفشى مرض بشكل ما، ده يعتبر فورس ماجور؟ هل مكتوب في العقد انه مثلا لو حصل limitations بشكل معين، اي حاجه حصلت مش لازم نسميها، وحصل شويه consequences 1 2 3 4، فده يطلع فورس ماجور؟ انا هكلمكم على اللي انا شفته. الفيدك ما بيقولش كده، يعني لو قلنا انه مثلا، انا طبعا بتكلم على الفيدك اللي انا يعني مثلا اظن كلكم زي بعض، انما انا بتكلم على مثلا اللي انا واثق فيهم، يعني 1999 ريد بوك، والام دي بي الهارمونايزد كوبي اللي هو بتاع اللي اسمه بيسموه البينك بوك اللي هو بتاع اللونز، يعني لو مشروع بيجاي له فند من مكان ما، البنك الدولي، البنك الاوروبي، هيئه مش عارف ايه في اليابان، حاجات زي كده. فالنوعين دول من العقود بيقولوا ان اللي حصل ده مش فورس ماجور. طيب انا لو انا مقاول دلوقتي وعرفت انه اللي حصل ده مش فورس ماجور، انا لو انا مقاول وشفت الموضوع ده كده هقف ثواني، يا نهار اسود، هو مش فورس ماجور؟ امال ده يطلع ايه؟ يعني احنا كمقاول لبسنا في الحيطه؟ يعني احنا كمقاول ما عندناش اي سبب او اي حاجه تعوضنا عن الـ 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 المشكله اللي بتحصل دي؟ هو انا يا جماعه ممكن بس استاذنكم عشان انا يعني ساعه كتير، برضو اللي عنده سؤال وعايز يقوله يكتبوا في الشات وانا هبص عليه وهجاوب، يعني لو هنطول هنسيبه للاخر، انما لو حد عايز يسال سؤال في سلايد او حاجه اهلا وسهلا في الشات، وانا هاخد هقراهم او هقراه وهجاوب عليه، لو هيطول شويه هنسيبه للاخر. فالحقيقه انه كله هيبدا يبص في العقد اللي معاه. انا بتكلم على الفيدك، لو الفيدك ما فيهوش particular conditions، بمعنى انه باللغه الدارجه كده ما تلعبش في الكلوز ده، ما تغيرش فيه حاجه، فهو لو 19.2 كده زي ما بقول دلوقتي مثلا، if a party is or will be prevented from performing its substantial obligation under the contract by force majeure، ده الكلوز بتاع ال force majeure. ايه هو؟ لو احد الاطراف منع من انه يقوم بواجباته تحت العقد يبقى ده فورس ماجور. طبعا منع دي
يعني بكذا اكت، يعني مش قصدي منع يعني المقاول الكلاينت قفل الباب وروح، انا قصدي منع دي يعني حصل حاجه من الحاجات بقى اللي ادرست في الفيدك، حاجات زي الحروب، حاجات زي ثورات ضخمه شويه، بركان حصل مش عارف فين، حصل زلزال قوي جدا فادى الى انه مثلا الارض اتفتحت في موضوع مشروع فالموضوع ما بقاش فيه شغل، وحاجات تانية يعني. بس برضو المبدا الاساسي في الموضوع انه يحصل منع، ما يحصلش ليميتيشنز. طيب زي ما احنا شفنا كده حاجات زي السوشيال ديستانسينج والكيرفيوز، حظر التجوال والامبوزد سيفتي والسكيورتي بريكوشنز والايشوز والحاجات اللي زي دي هنتكلم عليها بالتفصيل بس قدام شويه. طيب هي ماشي اوكي مش فورس ماجور، ايه بقى تطلع ايه يعني؟ طيب هو الفدك ذاكر الكلمه بتاعت الابيديميك دي في العقل، في برضو الكلام برضو لو الكلوزز دي ما هتغيرش فيها حاجه، الكلوز 8.4 ايه ده بتاع البروجرام بكل حاجاته بقى، يعني اللي مش عارف كلوز 8 ده اللي بيتكلم على البروجرام بتاع المشروع، بروجرام بقى وتقديمه ولو في اكستنشن اوف تايم، لو في ابديتس، لو في مش عارف ايه، دي ده الكلوز 8 ده اللي بيتكلم عن الموضوع ده. في احد الباراجرافز في كلوز 8.4 مكتوب الاتي اللي قدامكم اللي قدام حضراتكم دوت، ذا كونتراكتور شال بي انتايتلد سبجكت تو سب كلوز 20.1 اللي هو الكليمز، يعني هيروح الاول للكونتراكتور لل 20.1 تو ان اكستنشن اوف تايم فور كومبليشن، يعني هيقدر يزق تاريخ نهايه المشروع. وما يستتبعه بقى، يعني مش هيبقى في تيكنج اوفر في الميعاد اللي موجود دلوقتي. لو حصل بقى ايه؟ مكتوب اهو. يعني هو منطوق الكلوز من اول ذي وبعدين بارت دي بقى بيقول انفورسيبل شورتجز in the availability of personnel or goods caused by epidemic or governmental actions. governmental actions مثال بسيط كده ان هو لغى مثلا نوع من انواع المشروع ده، انت بتعمل متحف في المكان ده او بتعمل مول في المكان ده، المكان ده مش هيديك مرتب خلاص الموضوع انتهى، ده اللي قصدهم عليه بال governmental actions، حاجه بالمعنى حاجه زي دي. انما هو مكتوب اهو unforeseeable حاجه انت ما تقدرش تتوقعها، يعني مش مثلا انت عارف ان ده موسم الامطار وبتنزل جامد جدا المطره وجايز المشروع يقف 7-8 ايام فتيجي تقول لي لا ده بقى ايبيديميك، مفيش كلام ده. هي unforeseeable shortages in the availability of personnel or goods caused by epidemic. caused by epidemic ده السبب، انما ايه اللي حصل؟ في مشكله في الافيلابيليتي بتاعت البيرسونال والجودز، ده المعنى السبب موجود. اوكي السبب هو الابيديميك، عمل ايه؟ عمل شورتجز شويه في البيرسونال او الجودز. طيب الكونتراكتور بقى هيوز ده عشان اكسرسايز اور سكيور هيز رايت تو كليم. خلينا نقول امثله حصلت حاجات، في ناس طبعا برضو يعني من الامثله اللي الناس اتكلمت فيها في مؤتمر او شفناها في شغل او حاجه، انه مثلا الناس شافتش ده خالص، شغاله بالفيدك 1999 او ب 2005 البينك بوك، وفي الاخر ما جابوش سيره الكلوز ده، جابوا الفورس ماجور. طبعا هو مش صح ان انا ارد عليه اقول له لا يا حبيبي يوز ده، يعني هي مش لطيفه في حقه انه يتكلم على الكلوز ده. في ناس استعملت الكلوز 19 اللي هو كلوز اسف 18 بتاع الاندمنيتيز اللي هو الامبلوير شال كيب ذا كونتراكتور اواي اور هارملس او بعيد عن اي مشكله، برضو ما هو صح. القناه الوحيده اللي بتسمح في كيس الكوفيد 19 تحت الفيدك والاكستنشن اوف تايم هي دي، مفيش حاجه ثانيه. ايه بقى الليميتيشنز بقى اللي حصلت او التشالنجز زي اللي حصل كلنا عارفينها وكلنا مرينا بيها، بس كل مشروع اسف كل بلد تقريبا كان ليها او كل مجموعه من البلاد كان ليهم شويه بريكوشنز او ديكريز اتعملت او شويه قرارات نزلت في هذا الصدد
تخص الكوفيد 19، بس تقريبا كلهم تحت شويه الحاجات دول. اول حاجه مثلا هنا في مصر يوم 19 مارس قال لك المطار هيتقفل الساعه 12 الظهر، خلاص المطار اتقفل. هل ده خلاص ده احنا تمام والدنيا كويسه والمطار اتقفل يا جماعه بس احنا زي ما احنا شغالين 100%؟ طيب لو المشروع ده فيه اجانب كتير، طب لو المشروع ده الاجانب يعني اهاليهم مش معاهم، يعني سي ان انا مثلا موظف اتسافر في دبي وهم جم قفلوا المطار، هيقفلوا المطار مثلا اخر الاسبوع، اول حاجه هفكر فيها ايه؟ او يعني معظم الناس هتفكر ازاي؟ انه يرجع لاهله، ترجع يا اهله بقى سايب وراه مكان فاضي كبير. مش بتكلم انه حد مانجمنت مثلا فيقدر يشتغل اونلاين او هيبقى اكسبتد انه يشتغل اونلاين، بيجهز حاجه من مكانه وقاعد هناك وشغال. خلينا نتكلم على الليفل بتاع انسايد سوبرفيجن، عندنا 10 كونستراكشن مانجرز مثلا مره واحده مش هيبقوا موجودين. ده اللي انا اقصد بيه اكسباتريتس موفمنت ليميتيشن، هو خرج ومش عارف هيرجع امتى. ده لسببين بقى، لانه خرج من هنا وصل هناك، هناك ده ليه بريكوشنز تانية خالص. هناك ده ممكن يكون بيقول له احنا هنقفل سنة، مفيش خروج ومفيش دخول. طبعا مش هنتكلم عن بريكوشنز بتاعت ان هو شخصيا ممكن يخسر شغله او كده، دي ممكن نتكلم عليها في وقت تاني على حاجة على الليفل بتاع البيزنس يعني ادمنستريشن او كده. بس انا اقصد انه هو راح، هو بقى سايب فجوه في المشروع، ففي انستابيليتي حصلت خلت انه البروجرس بتاع المشروع يتاثر. طبعا ده مش بتكلم على واحد، انا بتكلم على مجموعه من الناس في كل انتيتيز بقى. لو الكلاينت عنده ناس اجانب، لو الكونتراكتور عنده ناس اجانب، لو الانجينير والكونسلتنت والسب كونتراكتورز عندهم ناس اجانب، حصل فيها المشكله دي. بالك بقى كمان لو الكونتراكتور عنده 50 سب كونتراكتور منهم 22 واحد مثلا من بره مصر، وسب كونتراكتورز مثلا من اللي هم يعني خلاص كان شغلهم هيبتدي اهو، مش هقول مع بعض، خلينا نقول انه في مثلا 10 هيبتدوا هم و10 بيجهزوا، فبقت المشكله ايه؟ عماله تتعاظم. الحاجه الثانيه البروكيورمنت حصل له سسبنشن، مش عشان بس بقى المطارات كمان، ده هنقول بعد شويه لو المصانع قفلت حصل لوك داون زي ما هيجي قدام شويه. الميتنجز معظمها اتعملت اونلاين، يمكن دي كانت ميزه ما كانتش عيب قوي يعني. لو هي طبعا احنا يعني احسن حاجه ممكن تحصل انه نبقى قاعدين في اوضه واحده، بس لو احنا كتير بقى دلوقتي بقى عندنا مشكله ان احنا نقعد في مكان واحد اللي بيسموه بقى كونفايند سبيس، وانتوا قاعدين مثلا 60 70 واحد في الاوضه، فده ما بقاش موجود لو هي اوضه كبيره اقصد يعني، فكله اتنقل لاونلاين. برضو ليه الليميتيشنز بتاعته برضو. لوك داون اول حاجه يعني في دول كتير، ايطاليا اسبانيا فرنسا مثلا مثل احد الامثله، ايطاليا فرنسا اسبانيا والمانيا مثلا، الاربعه دول قفلوا زي مثلا انا افتكر ان هم عدوا الشهر ونص او شهرين. فديفنتلي في مشكلتين، انه البرودكشن وقف على ما هو عليه، وانه لما يجي يفتح مش هيشتغل 100%، فبقى عنده مشكله انه مش هيبدا البرودكشن كان ماشي. لو انت زي ما كلنا عارفين الليرنينج كيرف يعني، احنا بنفتح الشغلانه ومشينا اول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، بالذات في المصانع الحاجات دي الموضوع ما بيطلعش من 0 ل 100 في يومين، بياخد شويه لو مصانع حديد او حاجات مواد ثقيله يعني، او بتحتاج شويه خلط وحاجات زي كده ودرجات حراره عاليه و بتاخد شويه وقت عشان توصل برودكشن من 0 ل 100. ان اديشن بقى انه لما يرجع كمان هيرجع بعماله اقل عشان المشاكل اللي هتيجي دلوقتي. فبقى شويه مشاكل اتجمعت على الكونتريز لوك داون، اولهم الكونستراكشن ماتيريال برودكشن سسبندد، وموست اوف فاكتوريز بقى. ده لو انت بتتكلم كمان لو انت مثلا سايب عندك حاجات خدميه في المشروع ده، مش بتكلم على فنادق، انا بتكلم على مش قصدي فنادق بحاجه بتتبني، اقصد مش حاجه بتخدم على فندق شغال، ده انا بتكلم على مشروع في مكان بعيد وبيخدم عليه مصانع مواد غذائيه ليه هو،
وهو كان شغال مثلا شغالين في الصحراء، ففي الحاجات دي كلها قفلت، فبقت نفس المشكله بتاعت البرودكشن. الحظر متهيألي ده كلنا خدنا فيه خبره لطيفه جدا. بتشتغل بدأ الحظر تقريبا في مصر هنا، يعني صححولي لو انا غلط، يعني تقريبا من 5 الصبح، من 6 بالليل ل 5 الصبح عشان افتكر اول مره خالص. وبعدين قعد يتزق ساعه، دخلنا في رمضان بقى من 7 ل 5، وبعدين قعد يقل يقل لحد ما بقاش موجود. بس اقصد في الاول كل خبطه من دول اجتماع هنعمل ايه، هوب ايه الكونسيكونسز، اجتماع هنعمل ايه الكونسيكونسز. انا دي تعيدها ولا ايه؟ سوري يا جماعه، دي متعيدها. الخوف بقى من السبريد ستيتس بقى، لو انت شغال في مشروع، او احنا يعني احنا في المشروع بتاعنا او اكتر من مشروع من اللي شغال فيهم اكتشفنا حالات بوزيتيف، فهيحصل ايه؟ هتقوم واخد الحالات البوزيتيف دول يتعالجوا هما بس؟ لا مش هما بس، هتاخدهم هما واللي محيطين بيهم. طب المحيطين بيهم دول عندهم سيمبتومز، هتاخد اللي محيطين باللي محيطين بيهم اللي عندهم سيمبتومز، فيطلع عندك فجأة. احنا عندنا فجأة كنا بقينا التلت فجأة كده، من بالليل للصبح كنا 1/3 من عدد المشغلين في المكتب، عشان حصل ان احنا في حالات suspected positive، وفي حالات كانت مخالطة، وفي حالات كان عندها symptoms للحالات المخالطة، فالدنيا كانت يعني مش لطيفة. طبعا كل ده ليه consequence على الشغل وعلى كل حاجة. دول بقى ربنا يعافينا جميعا، دول عيب، دول اللي عندهم مشكلة. يعني ده مش هيشتغل في المهم الا اللي هو ما عندوش سيمتومز بقى، ده ممكن يشتغل فروم هوم. بس خلينا نقول ان نصهم مثلا او تلتهم ما فيش ملوش ما عندوش سيمتومز، فهيشتغل التلتين قاعد. من السبريد اقصد ان هو برضه زي ما قلت نلمت البوزيتيف كيسز، نقعد بقى نستنى الاكسبكتد فاكسين. الكونتري بريكوشنز اند ستيتس ريد وجرين زون، اقصد بيها انه الناس مثلا اللي هم يعني راجعين من بره، حد من الاجانب مشي والبلد عندهم بقت كويسه، او هو ما حصلوش مشكله وجات المطارات فتحت في مصر وفتحت عنده سيف في هولندا مثلا وعايز يرجع، فاول حاجه هيطمن عليها يشوف ايه الوضع، هل هو ريد زون ولا جرين زون. احنا للاسف اتاخرنا، كنا عكس الموجه خالص، ففي بعض الحالات اتاثرت او اتاخرت، انا اسف، عشان خاطر بس انه خايف يجي مصر فيتعدي. فانا دي اللي كنت اقصد بيها السبريد كنترول. مهندس هتقدر ناخد الماتيريال لو حضرتك توصل للسلايدز؟ طبعا طبعا. يعني كونتري بريكوشنز زي ما كنت بقول، انه كان بقصد انه احنا كان عندنا مثلا مدير المشروع وحد من الناس التانيين كانوا قاعدين بره ومستنيين ينزلوا، او المطار عندهم فتح والدنيا عندهم بقت كويسه في بلادهم، فجم بصوا على مصر. مصر من اول اخر من اخر شهر 6 لحد يمكن من كام اسبوع، يعني قعدت شهرين مثلا ريد زون، فكانوا خايفين يرجعوا. عفوا يا فندم، فكانوا خايفين يرجعوا، ففضلوا قاعدين في بلادهم لحد ما الدنيا فتحت او قدروا يعرفوا انه الدنيا بقت كويس. في بريكوشنز، كمامات، سانيتايزرز، سبيسنج، مش عارف ايه، بس رجعوا. بس طبعا ده برضو عايز اقول انه اخر رجوعهم شهرين، مش اخر المشروع شهرين. البوتنشال كونسيكونسز اوف ذا كوفيد 19، الكونكلوجن بتاع الكوفيد 19 انه هاف كرييتد ديسربشن. الحقيقة أنا أول ما حصل، أنا يعني بدون أي خجل، أول ما حصل موضوع الكوفيد 19 ده كنت بتناقش مع أحد الزملاء يعني، وهو قال لي إنه disruption. قلت له مش ممكن disruption ليه يعني؟ جايز يكون لأنه أنا يعني كنت شايف الـ impact بتاعه مش قوي، أو كنا في الأول في شهر مارس في مصر، فكنا شايفين إنه عادي يعني، الدنيا بقشطه يعني، بس احنا موجودين، الحالات مش كتيره. ديسربشن ايه يا عم؟ ده مش ديسربشن خالص.
طبعا طلع كلامه صح يعني زي ما انتم شايفين كده. وكلمته وقلت له انت صح على فكره عشان بس الامانه يعني. ليه ديسربشن؟ هقولها بعد شويه ليه ديسربشن ويعني ايه ديسربشن اصلا. بس في المجمل كده ميني اكتيفيتيز هاف بين امباكتد. ميني اكتيفيتيز هاف بين امباكتد. مش بقول ان انا مثلا بصب خرسانه فحصل مشكله في السقف او حصل مشكله في الخلاطه او مش عارف ايه. ده مين لازم يبقى ميني اكتيفيتيز. زي ما هي مكتوبه كده this may lead to change of the work sequence. ودي خلينا نسميها ايه الكور او القلب بتاع موضوع الديسربشن. انه يحصل مشكله في الشغل او تغيير ينتج عنه تغيير في السيكونس بتاع الورك and or for the sake of saving the progress from the last creep. اوكي كنت اقصد بدي انه ممكن الامبلوير بقى كمان عشان يبدا يقول لا ده احنا هنتاخر او معين كمان مقاولين تانيين فتحصل مش بقى ديسربشن هتحصل حاجات تانيه كتير. بس كنت اقصد ان دي احد الطرق اللي انا شفتها اللي مقترحه يعني او طبعا ما حصلتش يعني بس كانت مقترحه عشان نحل مشكله التاخير واللي هي هتزود الطين بله في اماكن تانيه كتير يعني. ماذا يعني disruption؟ What is the disruption؟ ال simple definition بتاع disruption انه break or interruption in the normal course of or continuing of some activities. جينا احنا كده شغالين في مكان 20 متر في 20 متر ومليان ناس وجينا قمنا مرمين كوره ميه كبيره جدا بلاستيك في وسط الناس دول. هو طبعا احساس ممتع وكل حاجه بس هو ده تقريبا معنى الديسربشن ان احنا رمينا حاجه في النص فالناس كلها بتبص على بعض ايه اللي حصل احنا بنعمل ايه احنا هنعمل ايه. انا اقصد بنعمل وهنعمل مش ما اقصدش واحده ما صلحش بنعمل احنا بنعمل ايه دلوقتي وهنعمل ايه بعدين. في حاجه زي ما حضراتكم شايفين كده سرب من الطيارات ماشي في اتجاه فقام جت طياره ثانيه قامت قاطعه مجالهم او حد واقف زي الاستاذ اللي واقف ده كده ومش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. لا الدنيا بقت كنافه. طيب examples من الديسربشن ده يمكن الاشهر على الاطلاق انه يجي الامبلوير يوم معين مقاول جديد كانش موجود اون بورد اصلا فيجي معين كونتراكتور جديد عشان ياخد بعض الشيء و100 الف خط تحت have not been assigned to the existing contractor. يعني انا دلوقتي مقاول عندي شغلانه عندي العقد جواه سكوب من 1 ل 50 فجي الكلاينت عين واحد مقاول ياخد شغلانه من 51 ل 60 ده قصدي have not been assigned. انا بس كاتب اللي بين قوسين دول توضيح assigning new contractor to any of the scope that have been awarded to the existing contractor is totally different. يعني لو بنتكلم بقى ان هو جه الكلاينت عمل اوميشن من 21 ل 35 من المقاول الاصلي واداهم مقاول تاني ودخلوا المشروع ده حماده مختلف تماما مش دعوه خالص باللي انا بتكلم فيه دلوقتي. ولو عايزين نسال فيه برضه ممكن نتكلم فيه بعد السيشن ما تخلص بس ده مش قصد الديسربشن. زي ما قلنا من شويه change the sequence of the work. ومن الخبره كده يعني دي بتبقى تقريبا اقول ايه اكتر حاجه شفتها تقريبا يعني بتعمل مشاكل كتير ومنتشره. معظم الكلاينتس او مش هقول معظمهم عشان ما يعني ما نتكلمش كلام على الفاضي كتير من الكلاينتس مره واحده يجي يقول لك لا لا سيب بقى الفيلا دي خالص وتعالى بقى اعمل لي المجموعه اللي هناك دول. وهنقول برضو انه يعني الموضوع مش في الاول ده انت حطيت جوه سكافولدنج وحطيت عمال وماتيريال ومش عارف ايه وان اديشن دول في اتجاه البوابه اسف يعني في اتجاهك وانت داخل من البوابه. طبعا بقى هيجي يقول لك غالي دول عشان دول مثلا جالهم سوري حد اشتراهم يعني فدول اللي مستعجلين
ما كانوش في البلان دلوقتي، كانوا بعد سنه. بس الكلاينت هيقول لك انا هقول ايه يعني، ما هو الناس جت اشترت عجبهم دول، مكانه بعيد ومش عارف ايه وبتاع. ده disruption، ده اللي اقصد بيه change of the change the sequence of the work. في حاجات بقى تانية جوه المشروع، لو احنا عندنا مثلا مطور كبير مثلا، واحنا بنعمل fit out مثلا، المطور ده مثلا 100 دور، فانا احنا كنا شغالين من 1 ل 21 22، فجيت قلت لك معلش بقى ثواني، سيب بقى كل ده واطلع هاته من فوق مثلا يعني. ده disruption برضه، ده سيكونس، ده احد الحاجات اللي بتقال عليها تشينج في سيكونس اوف ذا ورك. تشينج ذا ريسورسز اسايند تو ذا تو ا ديزيجنيتد اريا، بالظبط ده كان المثال المشهور بتاع السكافولدنج. فكني دول هاتهم على الحيطه دي، وسيب الحيطه دي دلوقتي اشتغل في دي، تعالى بقى اشتغل في السقف بتاع الدور ال 15، وسيبك من الدور ال 13، يعني اتحكم في الريسورسز بطريقه ما عكس ما هو بلاند في المفروض يعني في الازبلت وابروفد. انا بتكلم برضو في العالم اللطيف، انه كل حاجه ماشيه صح. delay of the delivery of the material لو هي جايه من overseas وحصل impact يعني، حصل as a sequence، اقصد انه زي ما قفلوا البوردرز كده، قفلوا المواني البحريه او الجويه، فايه فحصل امباكت في الماتيريال. سوري ده احنا دخلنا في حاجه ثانيه معلش انا اسف. اكزامبلز اوف كوفيد 19 ايه الامباكت، انا اقصد في السلايد دي اللي حصل بالظبط، امثله حيه من اللي حصل من في الامباكت بتاع الكوفيد 19. delay of the delivery زي ما قلت من شويه، بالظبط زي ما قلت برضو من شويه، shutting down the factories that reopen will not with the same rate of progress. الباقي ال infected employees بقى انت ممكن كل يوم العدد يقعد يزيد لحد ما تقفل اصلا خالص. وفي بقى decrease the number of the labor بقى، انت عشان تتحكم ما عندكش حاجه وكله تمام، عشان تتحكم في السبريد بتاع الفيروس، تبدا تقلل بقى عدد الناس، تبدا تعمل شويه سبيسنج، لا هشتغل في المكان ده وبثلاث عمال، وهشتغل في الاوضه البعيده خالص دي بثلاث عمال، وهتبدا بقى نتاخر نقل الماتيريال من هنا لهنا. اقصد حاجات بالمنظر ده يعني. طبعا من الحاجات الشهيره جدا برضو وقت حظر التجوال، ده برضو عمل قلل يعني، خصوصا في الاول. لو انا لو سواق الاتوبيس عندي بيطلع 5 الصبح من البلد وبيروح يجيب الناس من البيوت وبيجي، هو اصلا في اليوم الطبيعي كان بيطلع الساعه 3 بالليل، ففي ساعتين اتشفته، فبدات شغل الساعه 9 الصبح وخلصت الساعه 3 عشان اروح تاني بدل ما اخلص الساعه 7 بالليل. فده كنت اقصد بيها الكيرفيو تايمز ريستريكشنز يعني. حتى بقى برضو مهمة جدا، ايه هي الـ anticipated actions from the contractor يعني. الطبيعي جدا انه هي هياخد يعني هيبذل الغالي والنفيس عشان يحافظ على حقه، مش عشان يحقق بروفيت المفروض، عشان يحافظ على حقه، عشان يتعوض عن الخسارة اللي حصلت، سواء كانت وقت او فلوس. والدوس مايت انفولف، اول حاجه النوتس طبيعي جدا، احنا عايزين نعمل كليم، فالسيكونس الطبيعي بتاع النوتس اوف كليم ان احنا هنبعت نوتس لكل ايفنت، انا اقصد نوتس فور ايفري اناونسد امباكت اور ايشو جوفرمنتال ديكريس. احنا في مصر تقريبا طلعنا ما لا يقل عن 12 ديكري حسب برضو انا فاكر، لو حد عارف رقم مختلف يقول لي، هما تقريبا 12 ديكري. فال 12 ديكري دول ب 12 نوتس اوف كليم، وانت عندك الامباكت زي ما قلت مختلف من عندك انت اهو، لانه بلد تانية زي اسبانيا كان فيها مصنع مثلا الالومنيوم مثلا كلادنج او حاجه فقفل، فالنوتس عند اسبانيا هتجيلك قبل مصر. احنا في احد المشاريع جالنا جوابات من يوم 1 مارس،
واحد مارس حصل مشكله في مصنع في اسبانيا، هو كان الراجل عنده برودكشن مختلف، قفل المصنع اليوم واحد مارس. فعايز اقول انه ممكن يبقى اكتر من كده ديبند اون الحاله، ده 11 دول او 12 دول لو احنا بنتكلم على مصر، انما في مشاريع تانية اتاثرت او في اماكن تانية ممكن يجي لك فيها نوتسز حسب كل اريا، كل جيوغرافيكال اريا امباكت. يعني الحاجة اللي الحقيقة يعني تقريبا ما بتحصلش أصلا، إنه الإيفنت هيقعد وقت طويل، وأكتشلي لسه قاعد لحد دلوقتي والله أعلم تأثيره هيخلص إمتى، فلازم يتقدم انترم كليمز. انترم نقصد بيها مش فاين، يعني التعريف العادي الدارج بتاعها إنها انترم زي الانترم بايمنت سيرتيفيكت بتاعت الكونتراكتر كده، هو مش فاينل، هو انترم لحد ما نخلص المشروع ده بالظبط، برضو انترم كليم لحد ما الايفنت يخلص، وبعدها مش عارف بكام 40 يوم اقدم لك بقى الكليم كله بتاع كل اللي حصل مره تانية. انما لازم لكل نوتس على الاقل، مش هقول كل نوتس على الاقل، كل شهر بقدم كليم. اول واحد خالص مثلا ممكن يكون كونسيدرنج 4 نوتسز مثلا، بعد الشهر اللي بعده لما يقعدوا 30 يوم زي الاي بي سي كده بالظبط، ابعت الكليم اللي بعده ممكن يكون فيه الاربعه القدام خالص وكمان ثلاثه. ببعت بقى الكليم زي الكليم العادي، في تايم امباكت اناليسيس وفي كوست بارتيكولرز وايه اللي حصل والاكتيفيتيز اللي وقفت. اكستنشن اوف تايم كليم قد يكون عادي يعني مع اختلاف الانفلونس، بس هو قد يكون في شكله عادي يعني زي اي كليم عادي. انا اقصد بقى respect the complete claim period دي as per the contract، لانه الحقيقة يعني من مارس لحد دلوقتي ما جانيش غير واحد بس مثلا، يعني واحد بس في مشروع واحد بس، كلها notices بس طبعا. with all due respect للقانون المصري، بس هو القانون المصري اللي بيقول، وهي حقيقة طبعا حتى في الشريعة، الحقوق لا تسقط بالتقادم، بس هي مشكلة النوتس والكليم ان انت لما تريسبكت النوتس وتريسبكت الكليم هتدي فرصه احسن للريكوردز انها تكون ان بليس، للاوديت ان يكون ان بليس، انه تسبستانشيت صح، تافويد ان انت حاجه خلصت مثلا ومش عارف تجيب ورقها، زي مثلا انت عملت حاجه جوه حيطه مثلا وقفلت الحيطه وحطيت الماربل ومش عارف حطيت الشوكيس قدامها وقفلت قصه بقى، عشان تبدا تجيب الايفنت اللي جوه او الاكتيفيتي اللي جوه هتحتاج تشيل كل ده تاني لو انت ما قدمتش الحاجه اون تايم. طبعا انا مش بحكي، مش بقول ده عذر يعني، او بقول انه ده ما ينفعش وهيسقط حقه، بس انا بقول انه الريسبكت بتاع النوتس اوف كليم، ريسبكت الوقت بتاع النوتس وريسبكت الوقت بتاع الكليم مش غلاسه، هو مهم. ما انا ممكن في يوم اقول للانجينير او الكلاينت يا جماعه والله 42 يوم دول من ساعه ما اعرف الايفنت ده قليل جدا، ممكن اخليهم 80، بس على الاقل يكون في مناقشه يعني، خلاص معلش يا جماعه هنخلي المده 80 يوم، لانه بصراحه احنا مش 60 يوم احنا مش قادرين نقدم الكلام ده كله، الانترفلز عالي جدا، وانا كده كده هقدم لك كل شهر كليم، فانا ما عنديش التيم اللي يعمل الكلام ده مع الوقت مع الامباكت والانفلونس بتاع الكوفيد 19، فانا الحقيقه مش ملاحق. فانا استد ان انا اقعد شهور ما اقدمش كليم، انا ممكن اوصل لاجريمنت تحفظ حقي وتخلي السبستانشيشن فير اكتر او سبستانشيتد بشكل احسن، ان انا اتفق على مد المده بتاعت الكليم بتاعت تقديم الكليم. ده اللي انا كنت بقوله دلوقتي، ان ابايدنس باي ذا نوتس از جيفن ذا امبلوير ذا انجينير ان اكسكيوز، يعني هيقول لك برضو هيطلب طلب مش تعرف توفيه. انا مش ما عنديش مثال حاضر في ذهني دلوقتي، بس ممكن يبقى في حاجه انت مقدمها وما لهاش سبستانشيشن فتقول له انها خلاص مثلا اوبسليت مش موجوده، بس هي عملت امباكت. الابديت للبروجرام بقى تايم فور كومبليشن، ده برضو ده مشكله المشاريع الازليه، ان يعني احنا بنقعد نتخانق في البروجرام من يوم ما بنبتدي لحد ما بنسلم الفاينل ستيتمنت، يعني بعد التشغيل بسنه. ف دي حقيقة برضو مشكلة، مش بس في الكوفيد 19، دي مشكلة عامة. أحد الحاجات الشهيرة بقى إنه بعض الكونتراكتورز بي اكزجريت الانبوت،
يبقى مش بقول كله برضه، بقول بعض المواليد ممكن يبقى عنده تأخير قبل بداية الكوفيد 19 ديو تو بقى اي حاجه، عنده مشكله في البيمنت مع المقاولين بتوعه، عنده ناس مشيت كتير مره واحده، عنده قامت ثوره جوه الشركه، ايا كان عنده تاخيرات قبل الوقت الكوفيد 19 يحاول بقى ايه يجي يخبيها جوه الكوفيد 19. الحقيقه مش شطاره قوي، او انا مش عايز اسميها شطاره او مش شطاره، بس هي مش صح، لانه يعني مش هقول سهل تتمسك او كده او تتحسب، بس هي هتبان يعني، وتعمل بقى باك فيلينج ومش عارف، انت هتقعد تقول له اصلا انا اللي شعر السنه اللي فاتت لو ما كنتش مش عارف ايه ما كانش حصل السنه دي. الكلام هيبان مش لوجيك قوي، وهيبان ان انت بتحاول تديسيف او تتشيت، فهيبقى في باك فيلينج، فهيبدا نقول ان احنا لا ده يا جماعه لا الاسسمنت ده احنا هنجزره بقى في الاسسمنت ده، هو ده اكيد بقى حط حاجات تانية زياده وما لهاش دعوه بالموضوع اصلا، لا ده احنا هننتقم منه يا سوري في اللفظ، مش هننتقم بس يعني هنقول له لا ده انت عايز سنه هنديك 3 شهور مثلا يعني، وفي النهايه بتعمل هارد فيلينج يعني. ايه الـ anticipated responses او response from the employer بقى client او الـ representatives اللي هو الـ engineer يعني في الفيدك، لو بنتكلم على الفيدك الانجينير هياخد الاكشن حسب العقد، برضو بنتكلم في المفترض، مش بقول ان مش بسمي حد بعينه يعني، المفترض ان الانجينير ياخد الاكشنز اللي هي اجينست المقاول، المقاول عنده 1 2 3 4، اقصد اجينست يعني مش ضد، اقصد يعني المكافئه لكل عمل من المقاول، مش لازم نرد على كل النوتسز يعني، الانجينير مش ريكوايرد، هو افريز وركينج از ان انجينير مش لازم يرد على كل نوتس، النوتس دي بس بقى صباح خير انا انت بس عندك في كذا. لما يقدم كليم المقاول يقدم كليم لازم يجي له اكنولجمنت، واقصد بلازم دي اللي هي البيست براكتس بتاعت الفيدك، اللي هو انت لو جالك كليم لازم ترد اكنولج الكليم وتقول له بقى انا محتاج عايزك تسيب السبستانشيشنز في المكان الفلاني عندك وتديني اكسس على مثلا زي كمبيوتر رقم اي واحد تختاره في الدوكيمنت كنترول مثلا عشان يبقى عندي اكسس، في حد من الناس اللي عندي هيروح يبص مش عارف في الدوكيمنت اللي موجوده في الفولدر الفلاني في الجهاز الفلاني في المكان الفلاني عندك او عندي يعني، او انت ممكن تجيب الكمبيوتر الزياده ده مثلا سي في الانجينير بروبرتي وتقول له ده الكمبيوتر الزياده هو عليه كل المعلومات اللي محتاجينها كلاسيفايد من 1 مثلا ل 15 وبكل كليم فيه وبكل بريك داون. زي ما قلت لكم من شويه كده، لو الكونتاكتر فيلد انه يقدم البارتيكولرز انا هبدا افكره، وده مش اوبليجيشن على الانجينير بس برضه بيست براكتس. لو انا ما قدمتش البارتيكولرز اون تايم الامبلوير او الانجينير يبدا يقول له على فكره النهارده كان الديو ديت بتاع النوتس رقم 1 و2 و3 وانت ما قدمتش الكليم بتاعه، لو سمحت قدمه. بعد شويه ما يقدموش فيعدي كمان 3 اسابيع فيقول له على فكره انت ما قدمتش الكليم. ثالث مره يقول له مثلا على فكره انت ما قدمتش الكليم، وعلى فكره لو حصل مشكله في الديترمينيشن انت اللي هتتحملها لان انا ممكن اطلب حاجات انت ما بتعرفش توفيها. طبعا لو ما ردش تاني بقى دي قصه تانيه، بس انا بقول ده خلينا نسميه البيست براكتس او دو ديليجنس بتاع الانجينير. Famous reasons for related dispute. أنا أقصد if the project continues يعني ما حصلش suspension. يعني لو المشروع هيشتغل إيه الـ famous reasons بتاعة الـ dispute؟ الـ famous reason أول منهم overestimating compensation وقت وفلوس زي ما قلت من شوية. أو بلاش يكون بيتشيت بس هيبدأ يقول لك أنا مثلا هو الـ impact 3 شهور بس هياخدني 4 سنين. يا عم 4 سنين اصل المصنع عشان يفتح ويبدا يشتغل تاني عايز 6 شهور، اصل البروكيور الماتيريال دي وقفت مش عارف فين فابدا ادور على الترناتيف في اليابان، حاجات بالمعنى دي. زي ما قلت من شويه برضو الكونتاكتر ماي تراي تو سكيور ايرفن ديليز، يعني يبدا يقول لك انا عندي ديلي بتاع من سنه اللي هو انت باعت له عليه مثلا 50 جواب، يبدا يقول لك ايه لا ده اصل ده على فكره كان هيخلص بكره الصبح، ده انت بقى لو كنت سبت ما كانش في كوفيد 19 اهو اللي هو السبب الشهير بتاع
السنه الجايه مش هيبقى فيه زياده في المرتبات. على فكره ده الكوفيد 19 يا جماعه، ده احنا هنقعد 5 سنين ما عندناش زياده في المرتبات. ده احد الاسباب الشهيره اللي كلنا هنتعرض لها يعني. الكونتراكتور may fail to provide adequate records. Actually الموضوع بتاع records و substantiations ده انا مش عارف ليه انا بحس ان هو كيمياء حقيقة. يعني بحس انه معظم المشاريع، مش عايز اقول كل، برضو في مشكلة في records و substantiations. في مشكلة ما، ان انا بحس بحساسية كده الناس لما تقول انا عايز يا جماعه اشوف الريكوردز دي ايه، فين الحاجات اللي بتستبسنشيت حقك، فيقوم جايب لك ورقه لا ممضيه ولا مختومه ولا ليها اسم ولا ليها اصل، يقول لك اهي، ولا ليها مثلا نتر هيد ولا ليها، مش يعني حاجه بيزك تماما، ورقه بيضاء من الارض، سوري في اللفظ يعني، يقول لك ايه this is to certify انه محمود ده مثلا حقه ياخد اسبوع اكستنشن اوف تايم. ممكن نبقى نتكلم شويه في موضوع الريكوردز والسبستانشيشنز ده في بعد ما نخلص السلايدز، اللي المفروض يكون موجود يعني. دي برضو احد المشاكل الضخمه جدا، ان احنا ما عندناش ابروفد بروجرام، مفيش كوركت بيز ايفالويشن، مفيش ابروفد بروجرام. ده الحقيقه يعني ممكن يكون، مش هقول في مشروع 2 3، ممكن يكون في 90% من مشاريع الكونستراكشن. مش هنخش في الاسباب ايه، لانه ممكن حد يقول لك اصل المعمار بيقدم يعمل اللي عليه بس الانجينير هو اللي متعسف. بعض الحالات صح جدا. ممكن اجي اقول لك انه اصل الكونتراكتور اصلا ما بيقدمش البيزكس اللي مطلوبه في العقد. يعني انت لو فتحت الابندكس 1 سي في العقد هتلاقيه يقول لك الابديت بروجرام او البيز لاين بروجرام المفروض يكون فيه كذا كذا كذا، وكل ابديت بروجرام يكون فيه 1 2 3 4 5 لحد 50. انت بتقدم 10 من 50. ده برضو احد الامثله الثانيه. او ما بتقدمش خالص بقى، ده في مشاريع برضو يا جماعه في ناس ما بتقدمش اصلا البروجرام، وبتحس ان انت بتطلب منه طلب يعني لا ده محتاج تركيز، عايز اقعد 3 سنين افكر اعمل البروجرام ده ازاي. different views of measurement to the progress. في واحد ممكن يقول لك اصل انا هقيس الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم، اقول لك ايه، انت هتقيس الموضوع بالدور، اسف هطلع درون، اسف متاسف، طلع درون كده تقعد تكابتشر شويه صور وتقعد وتخلي الدرون هو اللي يديك الميجرمنت، في حين ان انا اصلا على فكره الدرون ما كابش حاجات ثانيه. ده مثال يعني هاي كلاس شويه. يبقى مثال ثاني يقول لك ايه، انا هقيس بالمتر او انت هتقيس بالمتر وانا هجيب جهاز اقيس بيه. بيشتغل ازاي مالكش دعوه. انا هعتمد الاي بي سي بكل انسبكشن ريكوست اي ار ممضي مختوم، وانت هتعتمده بالماتيريال ريكوست. انا هعتمده بعدد القطع المتحفيه وانت هتعتمده بالحيطان. اقصد بيها انه السكوب هيبقى 100% لما اركب 4 5 تماثيل في المكان ده، في حين انه اصلا التماثيل دي مش سكوبك اصلا. هتبدا تقول له ده انت متاخر، التاخير من عند الكونتراكتور عايز يقول للكلاينت ان التاخير من عندك، فيقعد يقول له ان مفيش قطع متحفيه هنا. طب انت اساسا ما تعرفش انا هحط ايه هنا. ده اللي كنت اقصد بيه different views of measurement. يعني famous reasons for dispute ده ان كيس بقى انه في suspension او termination. نفس الكلام different views of measurement برضو. يا جماعه سوري، كنت اقصد بالسلايد دي انه الفيمس ريزنز بتاعت الديسبيوت ان كيس اوف سسبنشن اور ترمينيشن. الحاجه المختلفه هنا الميجرمنت بتاع ايه؟
احنا لو جينا النهارده جالنا جواب سسبنشن، انا كونتراكتور اهو جالي جواب سسبنشن من الكلاينت بيقول لي مثلا suspend the work effective بعد اسبوع until further notice. عشان ناخدها درجات شويه، طيب ناخدها واحد هيقول له اسبوعين، وواحد هيقول له شهرين، وواحد هيقول له until further notice. طبعا برضو الجواب هيبقى عامل بالظبط زي الالكتريك شوك كده، ايه سسبنشن، هوب نعمل ايه، تعالى بقى ننزل انا وانت، احنا مقاولين اهو، تعالى ننزل نقول ان احنا خلصنا هنا 70%. هتقول 70% وعندك 6000 اي ار وهتقدمهم وتكتب البروجريس دلوقتي از اوف ديت اوف ذا ليتر مثلا 70%. عندي ماتيريال اون سايت، عندي سكيورتي، ايدل اكويبمنت وايدل مان باور. خد يا عم انا محتاج كل شهر في السسبنشن ده مليون جنيه، وعايز فلوس الحاجات اللي انا خلصتها دي. بتاع الاسبوعين هيحسب ان هم نص مليون طبعا، يعني بتكلم ان هو وافق او انه وصل له الاجريمنت ماشي خلاص السسبنشن. شهرين لازم هيبدا يفكر اول ما يجيله الجواب ده، ده انا عندي ده انا هوقف شهرين والكلفه او التكلفه المبدئيه اللي هو باعتها بس تمبرري كده لحد ما نخلص يقدمني كل السبستانشيشنز مليون جنيه. هيبدا يفكر الكلاينت هل يوقف شهرين ولا يترمينيت. كل واحد ليه الكونسيكونس بتاعته، سسبنشن حماده والترمينيشن موضوع مختلف تماما. الاثنين الحقيقه مش هسميهم خراب، بس هسميهم يعني هارش جدا، حاجه صعبه جدا. تخيل كده السسبنشن ده ليه كام ليه كونسيكونس شكلها ايه، ده هيقعد بقى هيقعد لي ناس محافظين على الماتيريال طبعا بالتقلبات الجويه، مطر حر شمس رياح مش عارف ايه، هيقعد لي سكيورتي عند كل البوابات وجوه المشروع عشان برضه الماتيريال وعشان الحاجات بتاعت البروبرتي بتاعت الكلاينت والكمبيوترات والكراسي والحاجات المكتبيه ومش عارف ايه، ولو في فرش جوه المشروع هيقعد ناس مهندسين بيتابعوا كل الكلام ده كل يوم، بيتابعوا الناس دي، هيقعد ناس اداريين مش عارف يعمل ايه كل يوم. فالحقيقه هو تطويل السسبنشن يعني مش لطيف ابدا. عشان كده هو كان احد التبس اللي هتيجي بعد كده انه يعني لو هناخد قرار والسسبنشن هيطول يبقى ترمينيشن. لانه ممكن الكلاينت طيب يقرر انه يخف الماتيريال من السايت واديها مخزنه في مكان ما. خلاص هو كده كده بيدفع الحاجات دي. بس نقل بقى والماتيريال تقعد شويه فتبوظ، فالناس تقعد فتبدا يحصل ديسربشن في العماله، ابدا اسرح الناس. فلما تقول له تعالى بقى اشتغل، برضه موضوع الليرنينج كيرف اللي قلناه عن المصانع بره هيبقى حاصل هنا برضه. فهتلاقي الكونسيكونسز بدات تزيد، وانت اساسا عشان تبدا تشتغل تاني يعني برضه هياخد وقت. فهو هتاخد القرار سسبنشن هيطول ترمينيشن، ده دي نصيحه يعني. Tips to minimize the anticipated disputes. الحقيقة عشان برضو أقول يعني الأمانة، الحاجات دي في حاجات منها أنا اللي كاتبها، وفي حاجات برضو كانت سيرش في مشاريع برة معظمها من الدرافترز بتوعها أو الأرتكلز كانوا معظمهم من لندن. فا joint evaluation أقصد إنه ده أحسن حاجة. تعالى يا عم الكونتراكتور عين لي تيم مكون مثلا من 5، والانجينير هينزل بتيم فيه 3، والكلاينت هيبعت واحد، ينزل نعمل جوينت انسبكشن، نتفق على الطريقه اللي هنعمل بيها ايفالويشن، اسف هنقيس الموضوع ازاي، بالمتر بالكيلو بالجرام بالطن بايا كان بالمتر، اتفقنا على المقياس ده على البيزس دي لكل نوع من انواع الشغل والماتيريال، ننزل كلنا مع بعض نعمل بلان كده اسبوعين رفع مساحي، اتفقنا على كل الكلام ده. ده برضو في العالم الجيد. الجوينت سيرفي
ده اللي قلته من شوية. نقعد برضو نتفرج على الدوكيمنت اللي هي برضو بتحس ان هي مأساة شوية، يعني ما بقاش عارف ليه الحقيقة الدوكيمنتس ممكن تكون مش بترفلكت الواقع. احنا خلاص يا مقاول 50% قطعي كاتب 80%، ايه اللي حصل؟ اصل انا شفت حتة انت ما كنتش معايا فيها، طب لا ننزل نشوفها برضو. يعني هو برضو الكلاريتي اصلا اهم حاجة في الموضوع كله. يعني Objective assessment of the work، لو البارتيز ما عرفوش يتفقوا على percentage او على انه احنا خلصنا كذا او الايفالويشن مطلع كذا، نعمل ايه بقى؟ نبعد نقول independent assessment، زي فكره ال dispute board كده، اللي منكم احتكتوا ب dispute board في مشروع وقعدوا معاه شوية، دول ناس independent، الكلاينت بيدفع، المقاول بيدفع، وهم ثلاثة مثلا، واحد معين من الكلاينت وواحد معين من الامبلوير، والاثنين بيختاروا الشيرمان بتاعهم، وبتبقى independent كوميتي كده، كوميتي بتيجي تقعد مع الناس كل 3 شهور، كل مرة كل 3 شهور، تطمن على البروجرس، في مشاكل يا جماعة مفيش، أو بنلجأ لهم لو عندنا ديسبيوت جوه المشروع. فالميزه ان هم في الديسبيوت بورد، يعني ده موضوع جانبي كده، ان هم موجودين في المشروع. في الكيس بتاعتنا دي بنتكلم على اندبندنت اسسمنت، انه هنجيب انتيتي نقول لهم يا جماعه والله تعالوا بقى اعملوا لنا اسسمنت عشان احنا ايه اترينا مع بعض، انا بقول 50 هو بيقول 70 وعايزين نعينكم عشان خاطر تعملوا الاسسمنت ده. Suspicion زي ما قلت shall not last for too long. Automation decision shall be wisely assessed. شال بي وازلي اسست، كنت اقصد بيها هنا ان اديشن بقى لكل اللي انا قلته من شويه، انه الكونتراكتور هيطلب بروفيت، هيبدا يقول لك ده انا كان بروفيت بتاعي مثلا 5% على الاعمال اللي ما تمتش اللي هم مثلا مليون دولار، فال 5% دول 50,000 دولار انا عايزه. طبعا I guess يعني مش هو متأكد ان يعني مفيش كلاينت هيقول له طب يا حبيبي تعالى بقى بكره الصبح خد الشيك. definitely انا مش هقول definitely عشان برضه ما اجزمش بحاجه، 99% مش هيوافق او مش هيوصل لهذا الكونكلوجن. فده هيحصل انه انا لو هترمينيت بقى، انا اقصد ان انا وايزلي اسس الموضوع من ناحيه بقى، ان انا لو سسبند عملت سسبنشن كتير، لو عملت ترمينيشن طب بعد اسبوعين من الترمينيشن لقيت هوب ده انا جالي فلوس ده انا هشتغل ده الكوفيد 19 خلصت، قصدي وايزلي اسست مش ما ياخدش وقت طويل في الاسسمنت، ويبقى في كلير فيجن. البروبر ريكوردز ويل سيف ماتش تايم اند ايفورت. هي برضه انا معلش بحاول استرس على بروبر ريكوردز دي، لانه في معظم المشاريع معظم الكليمز اللي شفتها يعني مش هقول كلها فيها ريكوردز فيها مشكله، بس اما الريكوردز بتبقى ايرليفنت مش دعوه بالموضوع اصلا، انا بتكلم على سقف الدور الثالث انت جايب لي حاجه في حمامات الدور الاول مش علاقه بالموضوع خالص، يا اما هي مش بروبر يعني، يعني انت جايب لي مثلا واتساب شات كده بتقول لي اصلا هو قال لي ما تشتغلش النهارده. الكونكلوجن each party shall act in due diligence. وبالمناسبه due diligence دي حاجه ليها ويت ضخم جدا، مش كلمتين في الهواء يا جماعه انا بعمل اللي عليا، اللي عليا ده برضو يعني داخل فيه بقى الانتنت بتاع البارتيز، وداخل فيه وقت توقيع العقد، واخد فيه انه المفروض كنا متوقع في التندر دوكيمنت ان انا عين مقاول عنده هذه الكاباسيتي من اللي مش عارف ايه، فقصدي ان هي مش كلمتين وخلاص. Both parties shall cooperate to limit the COVID-19 consequences. يعني مفترض انه ولا الكلاينت يأخر البيمنت مثلا، ولا المقاول عايز اقول يطول الوقفه، يعني يبدا يقول له اصل لا معلش اصل احنا عايزين وقت شويه زياده، اصل الناس مش قادره تشتغل نفسيا عندها مشكله محطمه.
ما اقصدش طبعا نفسيه الناس ملهاش لازمه، بس ما اقصدش لازم يبقى في شويه كوبريشن، انه يشوف ان انت مهتم بالموضوع، بدات تشغل ورديتين بدل ورديه عشان قللت الناس، فتبدا تخلي ال 100% بتوع بالنهار مثلا على 50% في حتتين، فتحت في نهار وليل، فتحت في مكان تاني ما كانش فيه شغل اصلا، بدات تشغل الايكويبمنت وقت اطول، بدات تعمل حاجات تشو ان انت اكتف ستيبس، ان انت عايز تقلل الامباكت، وده اوبليجيشن في العقد، مش دي مش حاجه في الفيدك بورد، دي مش حاجه يعني مش جود فيث، لان ده اوبليجيشن، ولو ان جود فيث برضه في القانون المصري از اوبليجيشن، بس از ان اوبليجيشن بس مش وقتها يعني. اديكو دوكيومنتيشن، معلش انا زهقتكم من الموضوع الدوكيومنتيشن ده، بس اتس حاجه يعني مهمه جدا. تايملي نوتسز اند بارتيكولرز شال بي ايشود، تاني النوتس والبارتيكولرز شال بي ايشود اون تايم او تو اجري اذروايز، يا اما احنا مش قادرين نقدم الكليم خلال 42 يوم زي ما فدك قال من تاريخ ما انا عرفت الايفنت، فاروح اتفق مع الكلاينت والانجينير يا جماعه ممكن نخليهم 60 يوم 65 يوم عشان اقدر اقدم، واقدم والانجينير برضو يرد ان تايملي مانر برضو. Joint survey has to be undertaken زي ما قلنا من شويه، يعني ده لو بيحصل اصلا بشكل لو موضوع لو مشروع طويل مثلا، وده بيحصل عاده فان شاء الله مش هيكون فيه مشكله. احنا كنا عملنا في احد المشاريع او في معظم المشاريع سيريز ثانيه من الاجتماعات اسمها الكوفيد 19، ده هنتكلم فيه على الامباكت على الكوفيد 19، بس للليفل بتاع ان احنا مش لاقيين شيء. يعني لو الكونتراكتور عايز يقول ان انا مش لاقي سانيتايزر في السوق، انا مش عارف اجيب شاي، لحد الامباكت بتاع انه الفيت اوت ماتيريال هتتاخر الشهر الجاي، كله كان بيعرض في او لسه بيعرض في هذه الاجتماعات. شكرا جزيلا لحضراتكم، انا كده خلصت الساعه بتاعه البرزنتيشن، و ويلكم تو اني كويستشن. جزاكم الله خير يا باشمهندس احمد. يا ريت بس اللي عنده سؤال يعمل بس رايس هاند او يكتب السؤال على الشات، والافضل طبعا هو يبقى صوت على اساس يتواصل مع باشمهندس احمد مباشره. اللي عنده سؤال بس يعمل رايس هاند. السلام عليكم. انا معلش كوست ما عنديش ان انا ارفع ايدي، فممكن الله يبارك فيك. والله انا قلت ما فيش اسئله مهندس. الله يبارك سعادتك. بار سعادتك عامل ايه؟ يكرمك يا فندم، ربنا يخليك. لا ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك وما فضلا وعلما يا رب. الله يكرمك. يعني طبعا بعض الناس مختلفين في فكره ان القوى الجبريه او القوى القاهره. تمام. موضوع يعني هل الكوفيد 19 تعتبر من نفس الامور اللي حضرتك اتكلمت عليها وطبق عليها في المشاريع بالذات الاستراتيجيه؟ خلينا من المشاريع الصغيره شويه. المشاريع الاستراتيجيه بتبقى بمليارات زي ما حضرتك عارف، ولها امباكت عالي جدا على السكادول وعلى الديليفرابل بتاع الكلوز اوت. فطبعا ده هيديك باك جراوند عاليه جدا. فهل في اللحظه ديت فعلا نقدر نعمل كليم الاكستنشن اوف تايم وكليم على البريكورمنت؟ لان كل الماتيريال دليفري اوريدي اتعمل لها يعني مينيمم من 7 ل 8 شهور اكستنشن المصانع كلها في اوروبا. انا فاهم بس ده ما يخالفش اللي انا قلته في حاجه يعني. هو انا فاهم اللي هو عشان برضو انا هفهم سؤال حاجه صح، هل احنا بنتكلم على حضرتك عايز تقول ان فورس ماجور فعشان نعظم الامباكت، ولا البرنسبل اصلا الامباكت؟ يا فندم ما هو انا زي ما حكى لو حضرتك العقد بتتكلم عليه فيدك مثلا، فده برضه حقك محفوظ في البروكيورمنت وفي الرننج كوست وفي البرولونجيشن كوست وفي التايم سكادول كل حاجه. فانا اقصد ان هو في الاخر نفس يعني نفس الرايتس محفوظه، اقصد هو الحاج سؤال كان مظبوط. هو العقد فيدك اوريدي فعلا، بس يعني المشكله ان الاستشاري والمالك لما حصل بعد الاكستنشن اوف تايم وافق على بعضها، يعني تقريبا يعني 6 شهور اوكي، في حين ان انت اخذت جزء كبير تقريبا يعني اكثر من 30 35% فاريشن اوردر
السبلاي نيوتريشن بتاعها يعدي السنه غير الست شهور. هو رفض السنه دي بقى، قال لك لا الكوست ما عنديش مانع فيه لكن تايم لا. ايه البيزنس يعني بتاعته؟ يعني هو في لما رفض في اوريدي وهو شغال قبل الكوفيد 19 وبعد ما بدأ العمليه تسترجع تاني اوريدي كان في فاريشن موجوده في المشروع، وبدأ خدنا عليها ابروفال كل حاجه وقال لك ماشي واشتغل ويوافق على الكوست، لكن رافض كل جميع الفاريشن. معايا اكتر من يعني 90 فاريشن رافض الاكستنشن اوف تايم بتاعها. ما عندوش مشكله من ناحيه الفلوس، ما عندوش مشكلة يا فندم معلش. ما عندوش مشكله من ناحيه الكوست، يعني الكوست مع ابروف على الكوست لكن بيقول لك كوست وزود تايم. مشكلته في التايم يعني؟ بالظبط كده رافض، لان انت عندك ماتيريال اغلبها بتيجي من بره انت بتستناها، هو رافض انا قال لك بس اتصرف وماليش دعوه. يعني لو بنتكلم حضرتك عايز بتتكلم كونتراكتشولي، لا طبعا يعني انت عندك كل الرايتس من تاريخ الفاريشن، يعني طالما حضرتك عندك السبستانشيشنز الصح اللي بتقول انه الماتيريال اللي سيلكتد دي احنا هنحتاجها اللي انت مختارها دي هتقعد فتره عشان تيجي مصر as a result of the COVID 19 impact، فلا طبعا يبقى هو هيرفض براحته. انت تفضل برضه تقدم الانترم كليم زي ما انت بتقدمه كل شهر بنفس التايم سكادول. هو بيوافق لك على الكوست ما فيش مشكله، وبينزلها لك في الانفويسز وكل حاجه، بس بقى ساعه تسليم المشروع قال لك ان انت مش هتاخد اكستنشن اوف تايم، ده في المينتس اوف ميتنج. طب هو ده حضرتك برضو يعني عشان هو ده اهو بيحصل ما بقولش لا لا ما اتفضل يا فندم دكتور ابراهيم. دكتور ابراهيم خلصت كل الدنيا دي، انا ماليش دعوه. لا هو حضرتك الصوت قطع اخر دقيقه دي، ما سمعتش بقى حاجه من الكلام. معلش تاني معلش يمكن النت عندي بيروح ويجي. بقول لحضرتك يعني بقول لك اشتغل وخد الكوست اللي انت عاوزه، لكن يبقى انا ما جينا نعمل كوست اناليسيس للفاريشنز تقريبا وصلت للسبلاي والانستليشن وكل الكلام ده كله 9 شهور، اداك شهر وبس. قال لك تيجي بقى بالطياره بالصاروخ، انا ماليش دخل، انا عاوز المشروع تستلمه عشان اشغله في التاريخ الفلاني. واجبرنا على كده وفعلا وانا خلصت المشروع يعني الشهر اللي فات ده، بس حاجز عليا الريتنشن بسبب الاكستنشن اوف تايم، مش راضي يعمل ريليز عليه. عشان حضرتك خلصت في التاريخ اللي هو كان عايزه اللي هو كراش جدا ده. كراشد وخلصته فعلا يعني يعني حاجز ريليز عمل، عليه خلصت. لكن بقى بيقول لك انت اخرتني لما جه يعمل اناليسيس، بيقول لك انت اخرتني قبل المشروع قبل كوفيد 19 شهور، قبلها بسنه كده بدا يرجع المشروع هيستوري بتاعته من زمان ويديك كل الداتا بتاعته ان انت راجل متاخر اساسا من اول المشروع اخر الدنيا واخدت شهور كتير. اخر ابروفال جايه لحضرتك اللي حضرتك بتقول ان احنا خلصنا في وقت الكراش ده، مش كان في تايم هو قال لك هنخلص مثلا في شهر مايو 2020؟ انا موافق. بس يا فندم هو ده البريفيلز، ده التوب اوف اول، واي حاجه هيقولها حضرتك بتقول له. اما هو بيرجع يقول لك انه واضح انه زي مثلا خلينا نقول ان هو انت قلت مش هخلص بعد شهر وخلصت، فايه طب انا هقرص عليه شويه كمان، واضح ان هو ده هي دي الاستراتيجيه. انما هو مالوش يعني، انا شايف انه طالما احنا قعدنا وانت بعت لك جواب وانت وافقت لي على 10 مليون جنيه واديتني بدل ال 10 شهور شهرين، ده كلامك انت وافقت لي على دول وانا عملت دول خلاص. لو مفيش ميكانيزم في عندكم زي الديسبيوت بورد سوهم بقى، يعني لو ما عندناش ديسبيوت بورد في العقد فحضرتك بقى شوف الميكانيزم الاعلى من الانجينير لو في انجينير، يعني ايه هو اللي اعلى منه، اذا كان ديسبيوت بورد او اذا كان اربيتريشن. بس ده حقك، لو هو موضوع خلصان بالمنظر اللي انا حكيته دوت ستريت فورورد كيس يعني. شكرا باشمهندس، الله يبارك فيك. عفوا عفوا. جزاكم الله خير يا باشمهندس احمد، الله يكرمك على المحاضره الممتعه والف شكر لحضرتك، الله يكرمك. انا هبعت رابط الحضور للناس على اساس الناس
يعني حابب تشكر حضرتك او كده تبعت الاراء بتاعتها في الرابط دوت. حطيت رابط للحضور. هو احنا كده مفيش حد ثاني عنده اي اسئله؟ لا الحمد لله مفيش اي اسئله خالص الحمد لله. اوكي شكرا لحضرتك، محاضره رائعه والله يكرمك استاذ، جزاك الله خير. كتر خيرك، انا كنت سعيد جدا النهارده وان شاء الله تتكرر.